وحدات من الجيش تستهدف تجمعات وتحصينات تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور ومحيطها. كتاب أمريكيون يؤكدون دعم النظامين السعودي والقطري للتنظيمات الإرهابية في سوريا. البرلمان المصري يؤجل مناقشة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير وتهديد شعبي بالتصعيد. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية. وحدات من الجيش العربي السوري تستهدف تجمعات وتحصينات تنظيم داعش الإرهابي بمحيط البانوراما في دير الزور ومحيط جبل الثردة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 إرهابيا وإصابة عدد آخر. المشهد الميداني في هذا التقرير. خطوات كبيرة ينجزها الجيش العربي السوري على درب تطهير الأرض من دنس الإرهاب. تحول استراتيجي تمثل في سيطرة الجيش والحلفاء على مساحات واسعة في البادية السورية ووصولهم إلى الحدود العراقية. إنجاز المرحلة الأولى من العمليات العسكرية في البادية السورية وتمكن القوات من الوصول إلى الحدود مع العراق الشقيق شمال شرق التنف تحقق بعد السيطرة على عدد كبير من المواقع والنقاط الاستراتيجية في عمق البادية بمساحة 20,000 كيلومتر مربع منذ بدء العمليات بعد القضاء على المئات من تنظيم داعش الإرهابي. الإنجاز في البادية والذي يشكل قاعدة انطلاق لتوسيع العمليات في المنطقة يضيق الخناق على ما تبقى من مجموعات داعش الإرهابية ويقطع خطوط إمداد التنظيم على أكثر من اتجاه. وفي محور شمال شرق تدمر، وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة سيطرت على عدد من التلال والمواقع الحاكمة في محيط آرك للغاز بعد تكبيد إرهابي داعش خسائر بالأفراد والعتاد. عمليات تستمر على أكثر من محور في دير الزور، دمرت وحدات من الجيش بتغطية من الطيران الحربي تحصينات وتجمعات لداعش في محيط منطقة البانوراما وكازية الإيمان والثردة وتلة علوش وحي العرفي وقرية جنينة. دعا عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قاووق إلى التنسيق والتعاون بين الجيشين السوري واللبناني لاجتثاث الإرهابيين واستكمال المعركة ضدهم في جرود عرسال ورأس بعلبك على الحدود السورية اللبنانية. وأكد قاووق في كلمة بمدينة النباطية جنوب لبنان أن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق ترسم بشكل وثيق مصير ومستقبل وهوية المنطقة، مشيرا إلى أنه على لبنان أن يلاقي إنجازات الجيشين العربي السوري والعراقي باستكمال المعركة في جرود عرسال ورأس بعلبك لاستئصال داعش منها. كتاب أمريكيون يؤكدون دعم النظامين السعودي والقطري للتنظيمات الإرهابية في سوريا وغيرها من دول المنطقة، فيما الدول الغربية تغض الطرف عن تلك الحقائق لتحقيق مصالحها في المنطقة. في ظل اتساع الفجوة بين النظامين السعودي والقطري حول الاتهامات المتبادلة بينهما حول الأدوار التخريبية التي ينفذونها في دول المنطقة، تتواصل التصريحات الغربية التي تؤكد أن النظامين أبعد ما يكونان عن البراءة في دعمهما التنظيمات الإرهابية. الكاتب الأمريكي جوشوا بلوك أكد أن النظام القطري يدعم الإرهاب منذ سنوات طويلة وقدم للتنظيمات التكفيرية المختلفة في سوريا نحو 3 مليارات دولار كدعم مادي مباشر، فضلا عن دعمه اللوجستي والسياسي، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع الغرب الذي يدعي مكافحته للآفة الإرهابية. مقال نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية ذكر فيها الكاتب جوشوا أن النظام القطري وطد نفسه ليكون من أكبر داعمي ما يسمى الربيع العربي،
من جهته الكاتب الأمريكي فريد زكريا أكد أن النظامين السعودي والقطري وهابيان يتفقان في دعم وتمويل الإرهابيين في سوريا وغيرها رغم الخلافات الجيوسياسية التي ظهرت بينهما. وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أوضح الكاتب الأمريكي أن النظام القطري دعم تيارات متطرفة كما فعل النظام السعودي وكلاهما قائمان على الفكر الوهابي وفيهما دعاة متطرفون قاموا بدعم وتسليح التنظيمات الإرهابية في سوريا وبلدان أخرى. وثيقة صادرة عن سفارة النظام القطري في العاصمة الليبية طرابلس تؤكد أن نظام الدوحة تمكن من تجهيز 1800 مقاتل من شتى دول المغرب العربي وشمال إفريقيا، وذلك للقتال ضمن صفوف الجماعات الإرهابية في العراق، إضافة إلى نقل إرهابيين آخرين ليقاتلوا مع المجموعات التكفيرية في سوريا. خلافات الدول الخليجية ولا سيما بين النظامين القطري والوهابي باتت تظهر للعلن تورط ودعم حكومات الخليج للإرهاب في عدد من دول الوطن العربي. وثيقة صادرة عن سفارة النظام القطري كشفت في العاصمة الليبية طرابلس عن قيام قطر بتجهيز وإرسال نحو 1800 إرهابي من شتى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا للالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية في العراق. مصادر إعلامية عراقية كشفت أن المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أشار إلى تمكن أجهزة الأمن التابعة للجيش من الحصول على الوثيقة، معتبرا أنها دليل واضح وجلي على تورط نظام الدوحة في دعم الإرهاب. قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أكد الشهر الماضي أن نظام قطر يدعم الإرهاب في بلاده وتقوم بتدريب عناصر من الميليشيات المسلحة في ليبيا. على الخط نفسه، مصادر أمنية ليبية كشفت أن متزعم أحد التنظيمات الإرهابية في ليبيا المدعو عبد الحكيم بالحاج تمكن من نقل أكثر من 3000 إرهابي بين سوريا وليبيا منذ عام 2015 عبر الأراضي التركية. المصادر قالت إن بالحاج المقرب من نظام الدوحة افتتح شركة طيران خاصة به تحت اسم الأجنحة الليبية لتبدأ رحلاتها إلى اسطنبول التركية منذ أيلول 2015 لتصل إلى 3 رحلات أسبوعياً. مع ظهور الخلافات الخليجية بدأت أحجار الدومينو بالتساقط وبدأت تتكشف معها حقائق تورط الخليج في دعم وتمويل الإرهاب والإرهابيين. أجل رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى اليوم، وذلك لاستكمال الاستماع إلى جميع الآراء بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والنظام السعودي والتي تتخلى بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وشهد الاجتماع مشادات ومناقشات ساخنة اضطر على إثرها رئيس المجلس إلى طلب خروج وسائل الإعلام من القاعة بعد اتهامهم بأنهم أعدوا خطة لإفساد الاجتماع. وبرر وزير الخارجية المصرية سامح شكري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتسليم الجزيرتين للنظام السعودي معتبرا أنها لا تتناقض مع القرارات المصرية السابقة حول الجزيرتين. استقبل المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السفيرة الإيرانية في دمشق جواد ترك أبادي وبحث معه تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما في القطاعات الاقتصادية. وأعرب المهندس خميس عن تقدير الحكومة السورية لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لسوريا في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها وتقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري، معتبرا أن التحدي الأكبر هو الحرب الاقتصادية على الشعب السوري، ما يتطلب تطوير العلاقات على أو إلى مستوى متقدم في جميع المجالات. من جانبه أوضح السفير ترك أبادي أن العلاقات بين سوريا وإيران مثال يحتذى للعلاقات المتميزة والاستراتيجية بين الدول ذات المصير المشترك، معتبرا أن وقوف إيران إلى جانب سوريا يعني الوقوف إلى جانب قضيتنا المشتركة التي تمثل الحق.
لجنة وزارية مكلفة بإعادة الإعمار والبناء زارت مدينة حلب وتفقدت إنجاز عدد من المشاريع في المحافظة. التفاصيل في هذا التقرير. تفقدت اللجنة الوزارية المؤلفة من وزراء الإدارة المحلية والأشغال والسياحة المكلفة بالإشراف على مشاريع إعادة الإعمار والبناء بحلب نسب إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها من ترحيل أنقاض وصيانة الطرقات وتسفيتها، كذلك تأهيل وصيانة شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى الاتصالات في عدد من أحياء المدينة، واطلعوا على نسب الإنجاز وسوية الأعمال المنفذة. وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف لفت إلى أهمية تقديم عرض تفصيلي وشامل لكل مشروع وتوضيح نسب إنجازه ومواصفاته، مشيرا إلى ضرورة تسريع وتائر العمل والإنجاز في كل المشاريع والبدء بتنفيذ مشاريع جديدة. وكشف الوزير مخلوف عن خطة عمل لتنفيذ مشاريع جديدة تمت الموافقة عليها ورصد الموازنة المالية لها. مع زملائنا في لجنة المتابعة الوزارية طبعا سوف يتم الوقوف على كل المشاريع التي هي قيد التنفيذ، وأيضا سيتم الاطلاع على الأولويات المقترحة للمتابعة في مزيد من المشاريع التي من شأنها أن تؤمن عودة كل الإخوة المواطنين، وخصوصا نحن نتوقع بعد انتهاء المدارس أن تكون أعداد كبيرة من العائدين إلى محافظة حلب، وبالتالي الدولة بكل طاقاتها سوف تعمل على تأمين كل الخدمات اللازمة لهذه العودة الآمنة إن شاء الله. من جانب آخر، قدم محافظ حلب حسين دياب عرضا موجزا عن مجمل الأعمال والمشاريع الجاري تنفيذها في حلب، خاصة في المناطق المتضررة من الإرهاب، مؤكدا أن معظم الأعمال تسير وفق الخطط والمدد الزمنية الموضوعة وضمن المواصفات والشروط الفنية المطلوبة. كما تفقدت اللجنة الوزارية مبنى الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، واطلعوا على سير العمل والجهود المبذولة لإنجاز مشروع المخطط التنظيمي الجديد لمحافظة حلب. أقيم في السفارة الروسية بدمشق حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لروسيا الاتحادية. كاترين عظيمة. العيد الوطني لروسيا الاتحادية، هنا في قلب العاصمة السورية دمشق يحتفل به المواطنون الروس بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية سورية لافتة. هنا السوريون يثبتون بمشاركتهم في الاحتفال عمق الصداقة والتعاون بين البلدين. نتوجه إلى حلفائنا وإلى أصدقائنا في الاتحاد الروسي حكومة وشعبا وقيادة بالتهاني بالعيد الوطني، وسوريا والاتحاد الروسي حليفان ليس فقط في الحرب على الإرهاب في سوريا بل في كل أنحاء العالم. روسيا دولة عظمى، علينا كسوريين كل شخص لديه الحد الأدنى من الثقافة الوطنية أو الأخلاقية أو الوجدانية عليه أن يشكر دولة روسيا شعبا وقيادة ورئيسا لوقوفها إلى جانب الشعب العربي السوري ضد هذه الهجمة الشرسة الهمجية على وطننا الحبيب. سفير روسيا في سوريا ألكسندر كيشناك أكد على التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وخاصة في الهدف المشترك القضاء على الإرهاب منذ عام 2015. دورنا معروف للجميع، وفضلا لجهودنا المشتركة مع الإخوة السوريين ننتصر للإرهاب باستمرار وننتصر نهائيا في وقت قريب إن شاء الله. التنسيق الاقتصادي بين البلدين أيضا له دوره الكبير في الأزمة السورية حاليا وفي المستقبل القريب. نحن نثير اهتماما كبيرا جدا إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في مجالات مختلفة، ونحن نريد أن نلعب دورا هاما ونشيطا في إعادة الإعمار في أراضي سوريا الشقيقة ولتنشيط الحياة الاقتصادية في سوريا. الشعب السوري وبشكل دائم يقدرون الجهود الروسية في المحافل الدولية وعلى الأرض السورية في مساعدة الجيش السوري للقضاء على الإرهابيين. في ساعتنا بعد قليل.
أزمة مشيخات الخليج تتصاعد وألمانيا تحذر من تحول النزاع إلى حرب. ابقوا معنا. أزمة مشيخات الخليج تتصاعد وألمانيا تحذر من تحول النزاع إلى حرب. شهداء وجرحى جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة على طريق كركوك بغداد. وغارات طائرات النظام السعودي تقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء. أهلا بكم من جديد. صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تعود للسلطة الفلسطينية. وذكرت صحيفة يدعو تحرنوت أن مشروع القانون ينص على اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى من عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، حيث يأتي القانون بمبادرة عضو الكنيسة إليعازر شترن من حزب هناك مستقبل. ما زال قطع العلاقات والحصار الخليجي المفروض على النظام القطري يرخي بظلاله على رعاية الدول المعنية بهذه الفوضى. خلف هذه الصورة حيكت المكائد ودبرت الأفخاخ كي يتصدر كل عضو من أعضاء هذا المجلس المشهد السياسي كتابع أول للولايات المتحدة الأمريكية. فقد آن الأوان كي تلدغ الأفعى نفسها. الإعلام التابع للنظامين المتصارعين فتح نيرانه دون حدود ليكشف عن أحقاد دفينة لطالما حاول إخفاءها. شخصيات متطرفة من دول عربية مختلفة أعلنت تأييدها لقطر بعد قطع دول خليجية وعربية لعلاقاتها الدبلوماسية معها. السمة المشتركة بين هؤلاء أنهم جميعا كانوا يتلقون الدعم المالي والإعلامي من الدوحة. ورغم أن اتهامات النظام السعودي ومن في صفه للنظام القطري بدعم الإرهاب لا تنفي عن الأول تورطه بتمويله، إلا أن ما نتج من قطع للعلاقات والحصار الخليجي على النظام القطري ما زال يرخي بظلاله على رعاية الدول المعنية بهذه الفوضى.
وسائل التواصل الاجتماعي كانت كفيلة خلال أيام الحرب الخليجية الشعواء المستمرة بإظهار جوانب من ما يعانيه رعايا الدول الخليجية المتنازعة. وجديدها مقطع فيديو لسيارة محطمة تعرضت لحادث كبير في السعودية، وقد كانت هذه السيارة متوجهة من الرياض باتجاه مركز الدوحة، حيث رفض السعوديون استقبال القطري أو مساعدته. وفي حادثة أخرى، لم يتمكن أفراد أسرة مواطن سعودي دفن في قطر من حضور مراسم دفنه بعد منعهم من قبل سلطات النظام السعودي. سياسات دول الخليج الداعمة للإرهاب لم تصدر لبلادهم الإرهابيين وتجعلها عرضة لأي عملية من هذا النوع فقط، بل كانت وبالا على رعاياها. ففي هذه الدائرة الخليجية يعيش السكان متخبطين بقرارات حكامهم. إلى ذلك، حذر وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل من أن الأزمة بين ممالك ومشيخة الخليج من جهة ومشيخة قطر من جهة أخرى قد تقود إلى حرب. الوزير الألماني قال إن المحادثات التي أجراها في الأيام الماضية مع نظرائه من السعودية وقطر وتركيا، وكذلك اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران والكويت، أوصلته إلى هذه المخاوف. في العراق، ارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة على طريق كركوك بغداد. كلما ضاق الخناق على تنظيم داعش الإرهابي يلجأ إلى التفجيرات داخل المدن والأحياء الأمنة كردا على هزائمه المتتالية. تفجير إرهابي بسيارة مفخخة على طريق كركوك بغداد ارتقى خلاله شهيدان وأصيب آخرون. قائم مقام قضاء الخالص في محافظة ديالى عدي الخضران أكد أن حصيلة انفجار السيارة المفخخة التي كان يقودها انتحاري قرب حاجز أمني على طريق كركوك بغداد في منطقة الصفرة شمال بعقوبة بلغت شهيدين وثلاثة جرحى، بينهم موظفون حكوميون. وكان 20 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب 21 آخرون قبل أيام لدى قيام إرهابي انتحاري بتفجير نفسه عند مدخل سوق المسيب الكبير شمال محافظة بابل. انتصارات الجيش العراقي في الشمال وتقدم الجيش السوري لتطهير المناطق الحدودية جعل التنظيمات التكفيرية تلجأ إلى ترهيب المدنيين عبر تفجيرات انتحارية تودي بحياة الأبرياء. الإرهاب في العراق وسوريا لن يكف عن جرائمه ما لم يستكمل الجيشان السوري والعراقي تطهير كامل المدن والقرى والحدود بين البلدين من جميع التنظيمات الإرهابية، ناهيك عن التنسيق والتعاون بين جميع القوى التي تحارب داعش فعليا على الأرض. ونبقى في العراق، حيث تتسع المساحات التي يسيطر عليها الجيش العراقي في الموصل ومحيطها، وبعد تحرير حي الزنجيل تتجه الأنظار إلى البلدة القديمة، إضافة إلى جهود لتحرير ما تبقى من محيط الموصل ولا سيما قضاء تل العفر من إرهابي داعش. في إطار العملية العسكرية الرامية إلى طرد تنظيم داعش الإرهابي من ثاني أكبر المدن العراقية، استطاعت قوات الحشد الشعبي فرض سيطرتها على كامل منطقة غرب الموصل باستثناء قضاء تل العفر المعقل الأخير للتنظيم باتجاه الحدود السورية. قضاء تل العفر الذي يعد أحد المعاقل المهمة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى يشغل حيزا استراتيجيا حيويا في عمليات التنظيم، كونه يربط بين الموصل التي اتخذها معقلا له ومناطق وجوده في سوريا وخاصة في الرقة. وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن معركة تحرير تل العفر والأحواج ستنطلق قريبا، مشيرا إلى أن العراق وصل إلى الأشواط الأخيرة لتحرير الأراضي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. الموعد الرسمي لتحرير تل العفر وإن لم يكن معلوما بعد، إلا أن وحدات عسكرية مدعومة بغطاء جوي بدأت عملية واسعة في محيط المدينة، استعادت عن طريقها 7 قرى بمحاذاة سلسلة جبال عطشانة، وذلك بحسب قائد عمليات نينوى
عبد الأمير يار الله. هذه العمليات تجري بالتوازي مع هجوم تشنه قطاعات عسكرية لاستعادة ناحية المحلبية شرقي القضاء، التي ستمكن الجيش من عصير تنظيم داعش الإرهابي المنتشرين في الجانب الأيمن من مدينة الموصل عن قواعده في تل عفر. في اليمن، غارات طائرات النظام السعودي تقتل مدنيين بينهم أطفالا ونساء، والجيش واللجان الشعبية يردون على العدوان بضرب مرتزقة النظام السعودي في نهم والجوف وجيزان وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم. قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال في غارات لطائرات النظام السعودي على مناطق يمنية عدة. مصدر عسكري يمني أكد أن 3 أطفال وامرأة قتلوا وأصيب 4 آخرون من أسرة واحدة في غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت منزلهم في شارع 50 بأمانة العاصمة صنعاء، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح جراء غارة استهدفت سيارة في طريق اليتمى بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. رداً على استمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي المروعة بحق المدنيين اليمنيين، شن الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوماً على المرتزقة في نهم والجوف. تكبد العدو خلالها خسائر فادحة في الأفراد والعتاد من خلال استهداف مواقع مرتزقة النظام السعودي في جبل فاطم والتباب المجاورة بحريب، ما أدى إلى وقوع عدد كبير بين قتيل ومصاب. وفي السياق ذاته، نفذ الجيش واللجان هجوما خاطفا على دشم مرتزقة العدوان في الخنجر بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وضمن عمليات الرد والردع، أكد مصدر عسكري يمني مصرع قائد لواء ضمن عشرات القتلى من مرتزقة النظام السعودي خلال إحباط محاولة تقدمهم في مديرية نهم بمحافظة صنعاء. المصدر العسكري أشار إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية اليمنية استهدفت مواقع قوات النظام السعودي ومرتزقته شرق وغرب بوابة الموسم بجيزان، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم، وتم تدمير آلية تابعة للمرتزقة في منطقة الصفراء بمحافظة شبوة وأخرى بمن فيها بوادي الربيعة بمديرية صرواح بمأرب. شهدت العاصمة المغربية الرباط مظاهرة حاشدة دعما للحركة الشعبية الاحتجاجية في المناطق الريفية الشمالية البلاد، وللمطالبة بالإفراج عن زعماء الحراك الشعبي الذين تم اعتقالهم. وأفادت وكالة فرانس بريس أن المتظاهرين الذين أموا وسط العاصمة امتدوا لمسافات أبعد بكيلومترات مرددين هتافات تقول عاش الشعب وحرية وكرامة عدالة اجتماعية وأطلقوا سراح المعتقلين. كما حمل المتظاهرون صور ناصر الزفزافي زعيم الحراك الشعبي والذي تشهد منطقة الحسيمة وجوارها، حيث قدر المراقبون عدد المشاركين بالمظاهرة التي وصفت بالتاريخية بمليون شخص. هذا وتتواصل الاحتجاجات الشعبية الواسعة في أغلب المناطق المغربية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتنديدا بسياسات النظام المغربي الاقتصادية والسياسية أيضا. منذ 7 أشهر أصوات نادت بالانتباه إلى وضع الحسيمة التي تعد أهم الحواضر الكبيرة الاستراتيجية، لكنها تعاني تهميشا اقتصاديا واجتماعيا. منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في تشرين الأول من العام الماضي دهسا تحت شاحنة نفايات عندما كان يحاول إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة، واعتقال السلطات قائد حركة الاحتجاج الشعبي ضد سياسات النظام المغربي الاقتصادية والاجتماعية ناصر زفزافي، فأصبحت الحسيمة مركز حراك شعبي وتشهد مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. آخر حوادث المواجهات إيقاف شرطة النظام المغربي عددا من المحتجين في بلدة أمزورين الواقعة على بعد 15 كيلومترا جنوب شرق الحسيمة، لتتصاعد فصول الأزمة بين الشرطة والمتظاهرين. مصدر في المجلس التنفيذي المحلي أكد حصول 3 توقيفات، بينما أكد مسؤول محلي آخر توقيف 6 أشخاص، 3 في مدينة الحسيمة و3 آخرين في مناطق مجاورة. وتحاول الشرطة قمع الاحتجاج عبر نشر 50 عربة في المدينة بهدف كسر إرادة المحتجين الذين تنحصر مطالبهم بتحسين الخدمات، وهي مطالب شرعية ومحقة.
ونتيجة تأجيج الأوضاع كل يوم ترى وسائل إعلام مغربية أنه لا بد للسلطات من إيجاد مقاربة جديدة بخلاف المقاربة الأمنية لأزمة الاحتجاجات بالحسيمة خوفا من امتداد الاحتجاجات. في ساعتنا بعد قليل، طهران تدعو إلى تعاون دول منطقة الشرق الأوسط في مكافحة الإرهاب. ابقوا معنا. طهران تدعو إلى تعاون دول منطقة الشرق الأوسط في مكافحة الإرهاب. المعارضة التركية تطالب نظام أردوغان بقطع علاقته بالإخوان وطرد عناصره من البلاد. حزب ماكرون يكتسح الجولة الأولى من انتخابات الجمعية الوطنية. أهلا بكم من جديد. دعا قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام آية الله علي خامنئي خلال لقائه حشدا من الشعراء والأدباء في طهران، دعا إلى إيصال حقيقة ما يجري من أحداث في سوريا والعراق إلى الناس. خامنئي قال إن الولايات المتحدة منيت بالهزيمة في العراق، وإن الكثير من الناس لا يعرفون الهدف الذي دخلت من أجله إلى هذا البلد، داعيا إلى فضح الممارسات الغريبة عن مجتمعات المنطقة مثل رقصة سيف الجاهلية الحديثة إلى جانب الجاهلية القبلية. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تعاون دول منطقة الشرق الأوسط في مكافحة الإرهاب. ظريف قال خلال لقائه وزير المالية النمساوي هاينس يورغ شيلينغ إن الإرهاب التكفيري يهدد جميع دول المنطقة، ولا بد من التعاون الجماعي للتصدي له من جانب الدول كلها. من جانبه أعرب الوزير النمساوي عن أسفه البالغ إزاء الاعتداءين الإرهابيين الأخيرين اللذين وقعا في طهران يوم الأربعاء الماضي، مشددا على أن الإرهاب هو مشكلة كل مناطق العالم ويبعث على الكثير من القلق لجميع الدول. علاقة العدالة والتنمية بالإخوان علاقة أيديولوجية لا سياسية. المعارضة تطالب النظام الحاكم بقطع علاقته بالإخوان وطرد عناصره من تركيا، وآخرون يطالبون أردوغان بإرسال ابنه بلال إلى قطر إن كان يخشى على التميم إلى هذا الحد. أسامة شحود. الاصطفاف التركي مع قطر وقرار أنقرة بإرسال جنودا إلى الدوحة لا ينبع من أي حسابات سياسية، بل نابع من حسابات أيديولوجية بحتة. حزب العدالة والتنمية الحاكم حاليا في تركيا هو فرع من جماعة الإخوان التي تأويها قطر.
ورغم مطالبة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو الحكومة التركية بطرد أفراد جماعة الإخوان الموجودين داخل تركيا وقطع العلاقات مع هذا التنظيم الإرهابي مباشرة، محذرا من الوضع الذي ستزج فيه تركيا حال امتناع السلطات التركية عن اتخاذ هذه الخطوة. إعلان النظام الحاكم في تركيا نيته إرسال جنود أتراك إلى القاعدة العسكرية التركية في الدوحة لحماية تميم وعائلته حسب القرار الذي مرره البرلمان بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، دفع المعارضة التركية للتحرك والوقوف في وجه هذه الخطوة المبنية على اعتبارات أيديولوجية، مطالبين أردوغان بإرسال أبنائه إلى قطر إن كان يخشى عليها إلى هذه الدرجة. النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض علي حيدر حقفردي وفي كلمة له في البرلمان بشأن قرار إرسال قوات عسكرية إلى قطر أشار إلى أداء أحد أبناء أردوغان الخدمة العسكرية لمدة 3 أشهر فقط، في حين لم يؤدي نجله الآخر بلال الخدمة العسكرية أصلاً، متسائلاً ما إذا كان أردوغان سيرسل نجله بلال إلى قطر أسوة ببقية أبناء الشعب التركي. في فرنسا حزب الرئيس إيمانويل ماكرون يحصل على غالبية كبيرة في انتخابات البرلمان. الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية انتهت بفوز الوسط والمتمثل بحركة الجمهورية إلى الأمام، وبذلك يكون حزب الرئيس ماكرون والذي ينتمي لهذا الحزب اكتسح أغلبية مقاعد البرلمان. وفق التقديرات التي أعلنت بعد إغلاق صناديق الاقتراع، حازت حركة الجمهورية إلى الأمام على 32.9%، يليها حزب الجمهوريين اليميني ثم اليمين المتمثل بحزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان. وبحسب هذه التقديرات سيحصل حزب ماكرون في نهاية الدورة الثانية الأسبوع القادم على 445 مقعدا من أصل 577 تتألف منها الجمعية الوطنية. وتوقعت مؤسسات الاستطلاع حصول حزب الجمهوريين على ما بين 80 و132 مقعدا، والحزب الاشتراكي مع حلفائه على ما بين 15 و40 مقعدا. أعزائي المواطنون، فرنسا عادت مرة أخرى خلال الشهر الماضي. عرف رئيس الجمهورية كيف يجسد الثقة والإرادة والجرأة في فرنسا وكذلك على الساحة الدولية. وأعلن جان بول دولوفوي المسؤول في حزب الجمهورية إلى الأمام أن هذه النتائج تدفعنا إلى التعاطي بكثير من التواضع مع المسؤولية العظيمة الملقاة علينا. كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عن تشكيلتها الحكومية الجديدة التي لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة بعد خسارة حزب المحافظين الحاكم للأغلبية البرلمانية في الانتخابات المبكرة، حيث شملت التغييرات وزارتي العدل والخزانة، وهو ما اعتبر انعكاسا لموقف ماي الضعيف بعد أن دعت إلى الانتخابات المبكرة لتكسب المزيد من المقاعد والتي خسرتها في اقتراع الخميس في ضربة كبيرة لها. قتل عنصر من القوات الأفغانية الخاصة 3 جنود أمريكيين وأصاب رابعا بجروح خلال عملية عسكرية مشتركة في ولاية نانغارهار شرق البلاد. واعترف البنتاغون بحصيلة القتل من الجنود الأمريكيين، لافتا إلى أن تحقيقا فتح حول الهجوم الذي تبنته حركة طالبان الإرهابية، معلنة أن المنفذ هو أحد عناصرها الذي تسلل إلى صفوف القوات الخاصة في الجيش الأفغاني. وفي رواية أخرى أوضح المتحدث باسم ولاية نانغارهار أن جنديا أفغانيا فتح النار على جنود أمريكيين في إقليم عشين، ما أدى إلى مقتل جنديين فيما قتل الجندي الأفغاني. ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي تبحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة عدد القوات في أفغانستان. قال مسؤولون في الشرطة ومكافحة الحرائق بألمانيا إن 37 شخصا بينهم 10 أطفال أصيبوا في حريق اندلع في مركز للمهاجرين في مدينة بريمن بشمال البلاد. متحدث باسم الشرطة ذكر أن الحريق بدأ في صندوق للقمامة في الطابق السفلي من المبنى والذي يضم أكثر من 100 مهاجر، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة سبب الحريق. وشهدت ألمانيا ارتفاعا كبيرا في أعمال العنف
التي ينفذها اليمين المتطرف بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى البلاد خلال العامين الماضيين، وذلك وفقا للتقرير السنوي لوكالة المخابرات الداخلية ألمانية. أصيب 5 أشخاص على الأقل بحادث دهس وسط العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك قرب محطة السكك الحديدية الرئيسية. الشرطة الهولندية ذكرت أن 2 من الجرحى نقلوا إلى المستشفى، فيما تم علاج 3 آخرين في موقع الحادث، مشيرة إلى اعتقال السائق. وأوضحت الشرطة أن السائق كان متوقفا في مكان لا يسمح بالوقوف فيه، وانطلق مسرعا بسيارته عندما اقتربت الشرطة منه ليصطدم بحائط بعد دهسه مجموعة من المشاة، وأن السيارة تم تفتيشها كما تم استجواب السائق. تذكير بعناوين ساعتنا الإخبارية. وحدات من الجيش تستهدف تجمعات وتحصينات تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور ومحيطها. وثيقة تكشف تورط النظام القطري في إرسال الإرهابيين إلى سوريا والعراق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية وتغلق أبواب الأقصى المبارك. أزمة مشيخات الخليج تتصاعد، وألمانيا تحذر من تحول النزاع إلى حرب. غارات طائرات النظام السعودي تقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء في اليمن. والمعارضة التركية تطالب نظام أردوغان بقطع علاقته بالإخوان وطرد عناصره من البلاد. إلى اللقاء.